مسابقة 2018 أستاذ المدرسة الابتدائية، تمرين الرياضيات. هذا الفيديو الأول والجزء الأول، مسابقة 2018 أستاذ المدرسة الابتدائية، تمرين الرياضيات. عدد تلاميذ مدرسة ابتدائية هو 450 تلميذ، موزعون كما يلي: 46% إناث والباقي ذكور. إذن هذا تصحيح. لماذا؟ التمرين الثالث، نحلل المعطيات، نريد المسألة. المعلومة الأولى، هذه المعلومة الأولى عالجها بطريقتين، عالجها بتفرعين، صنف هؤلاء التلاميذ مرتين. التصنيف الأول عندما قال أنهم ذكورا وإناث، كم عدد الإناث؟ لم يقل. ماذا قال؟ قال نسبتهم. من هذه النسبة نجد عددهم. هل نستطيع معرفة عدد الذكور؟ نعم، قال بأن الباقي ذكور. هل نستطيع حسابهم؟ نعم. هذا الكلام يفهم على ثلاث أوجه. الوجه الأول أن هناك شجرة إمكانيات تقسم التلاميذ إلى ذكور وإناث، أو أن هناك مخطط مجموعات يقسم التلاميذ إلى ذكور وإناث، أو أن هناك إجابة مجدولة تقسم التلاميذ إلى ذكور وإناث. فنقول عدد الذكور وعدد الإناث ومجموعهم. انتهى الجزء الأول. الفيديو القادم نواصل. بعدما تذكرنا ما قلنا في الجزء الأول نواصل. الجزء الأول بدأنا، كان التلاميذ ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول والقسم الثاني صنفوا على أساس جنسهم، فكان هناك الإناث وعرفنا عددهم، وكان هناك الذكور وعرفنا عددهم. هذا التصنيف اعتمد على الجنس، على جنسهم ذكورا وإناث. وهذا التصنيف سمح لنا بمخطط مجموعات وشجرة إمكانيات وجدول. التصنيف الثاني صنف التلاميذ حسب عمل أوليائهم. في الحقيقة التمرين صرح بالتقسيم هذا، لاحظ هنا فقط، هنا أولياؤهم ينقسمون إلى ثلاثة، وهناك من أولياؤهم
لا يعملون. ثلث البنات، يتكلم الآن في هذا السطر كله عن البنات. ثلث البنات، ثلث البنات، ثلث، ثلث البنات أولياؤهن لا يعملون، أولياؤهن لا يعملون، معناها سي هنا. لاحظ الآن، وثلث الأخريات أولياؤهن لديهم عمل غير مستقر، لديهم عمل غير مستقر، معناها في الجزء بي هذا الثلث، والباقي يبقى ملأ. هناك فكرة تكررت في التمرين 3 مرات عندما قال عدد البنات، ماذا نستنتج؟ عدد الذكور. وعندما قال هذه الجملة ثلث البنات أولياؤهن لا يعملون، معناها عناصر سي، وثلث الأخريات أولياؤهن لديهم عمل مستقر، معناها عناصر بي، ماذا نستنتج؟ عناصر أ. وفي السطر الأخير ثلث الذكور أولياؤهم لهم عمل مستقر وثلث الباقي أولياؤهم لا يعملون، ماذا نستنتج؟ نستنتج عدد عناصر المجموعة بي. التفرع الثاني، كيف نظر إلى التلاميذ؟ والتفرع الأول، كيف نظر إلى التلاميذ؟ في التفرع الأول نظر إلى التلاميذ ذكور وإناث، والتفرع الثاني نظر إلى التلاميذ من حيث عمل أوليائهم. خذ أي تلميذ عشوائي في المؤسسة، ستجد أن وليه يعمل أو لا يعمل، إما يعمل وإما لا يعمل، حتى ولو كان ميتا، لو كان ميتا نقول لا يعمل. والذين يعملون فيهم صنفين، فيهم المؤقت وفيهم الدائم. من هنا يأتي الاصطلاح، نقسم التلاميذ مرة أخرى، نقسم التلاميذ للمرة الثانية. كيف نصنفهم؟ نصنفهم حسب عمل أوليائهم. بهذه الطريقة، بهذه الطريقة يكون عندي المؤسسة تنقسم إلى ذكور وإناث، والذكور ينقسمون حسب عمل أوليائهم، والإناث ينقسمون حسب عمل أوليائهم. الفيديو القادم سنتكلم عن الأعداد التي تظهر في شجرة الإمكانيات رقم 2، هناك أعداد ستظهر هنا، نتكلم عليها في الفيديو القادم.